الفيديو حلو والمواقف تضحك والرسم جميل، هذه هي التعليقات اللي تخليني أستمر. وبعدين أنا كمان سويت لها كل شفتوا. وبما أن التفاعل كويس مع مواقف المتابعين، خلونا نشوف اليوم مواقفكم ونستأنس مع بعض. جيبوا معاكم قهوة أو عصير أو شيء تأكلونه ويلا نبدأ. كان عندي صديق دائما يأكل في كل الحصص الدراسية، وهذاك اليوم في حصة الرياضيات شافه الأستاذ. يمكن تبغى أشغل لك أفلام؟ فعلا فكرة حلوة يا أستاذ. إيش؟ ناني؟ هذا صديقك يعني ما يستحي أبدا، بس فعلا أحس أنه بعض الأحيان ما تنفتح الشهية للأكل إلا وقت الفصل. وأنا في المدرسة كنت دائما ألبس كمامة لأنها عندي جيوب أنفية، وهذه السنة الدراسية أخيرا صار بإمكاني أني ما ألبس الكمامة. كنت مرة فرحانة ورحت عند صديقتي وقلت لها: هاي لما أنت تعرفيني؟ مين أنت؟ كل الناس مو عرفتني لأنه فعلا بالكمامة شكلي ما يبين. من أغرب المواقف اللي شفتها، فعلا بالكمامة شكلنا مرة يتغير. أحس إنه صار لازمك أسبوع أو مدة عشان الكل يصير يعرفك بشكلك الجديد. هاي لما كنت في صف خامس ابتدائي، كنت أنا وصديقتي نسولف ونتكلم عن إيش رح نشتري وقت الفسحة، وإلا ما تشوفني الأستاذة: أنتي قولي لي إيش الصفحة اللي وصلناها. الصفحة وما كنت أعرف أجهو. ولحسن الحظ كانت الأستاذة حامل وما تقدر أنها تيجي تضربني، فقالت لي أجي لعندها عشان تضربني. وطبعا أنا ما كنت أرضه، فصارت تسبني قدام كل الفصل: أنتي يا بقرة ما تستحين؟ وإيش ذنب البقرة المسكينة؟ البقرة كائن لطيف يعطينا الحليب واللحم وأشياء زي كذا. لما كنت صف خامس ابتدائي كنت جالسة في أمان الله أسولف أنا وصديقتي. التفت يمين وشوفي سليمة إيش لابسة في رجولها، وإلا وأحس في الشيء، وحرفيا صار الكرسي لونه كله أحمر، حتى أن صديقتي كانت مرة خايفة. عند المعلمة وحكيت لها هذا الشيء، فقالت لي أني أروح للحمام بسرعة، ونادت على أمي، لكن كل البنات صاروا يضحكون علي، وكان في بنات ما يفهمون إيش صار. وطبعا في الأخير إجت أمي المسكينة، دائما أحطها في مواقف بايخة، وأخذتني للبيت. هذا الموقف مرة يحرج. أشكر كل صديقاتي اللي كتبوا مواقفهم، وأبغى أقول لكم أن الدورة الشهرية شيء مرة عادي، فلازم دائما تستعدون عشان ما تنفضحون قدام الجميع، خصوصا في المدارس المختلطة. مرة كنت في المتوسط وكان عندنا نغني نشيد وطني، ولما قالت لنا المعلمة أننا نغني كنت مرة متحمسة وصرت أغني بصوت عالي، فصار الكل يتطلع ويضحك علي. عفارم عليك، كلك وطنية وإخلاص وثبات، ما أحد رح يعاتبك، المهم أنها رح تبقى ذكرى لكل سنوات عمرك. مرة كنت في سفرة وكنت في آخر شياكة، كل الملابس شديدة، وفجأة كذا كان في بنت طالع فيني، وإلا ما ألاقي البنطلون متسخ، فأخذت الجاكيت الجديد ولفيته على خصري، والحمد لله مر الموقف بسلام. أهم شيء نظرات البنت ما رح أنساها، الحمد لله أن الموقف صار بسيط زي كذا. وهنا نكون خلصنا مواقفكم لليوم، أتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم. اكتبوا لي مواقف ثانية ممكن أرسمها المرة الجاية، ولا تنسوني من اللايك عشان أفهم أنكم حبيتوا هذا الفيديو. أحبكم وإلى اللقاء يا أحلى أصدقاء.